مصور هلأ مسلسل غزل البنات، هو 15 حلقة، وكتابة نادين جابر، وشركة أونلاين برودكشن هي اللي بتولى الإنتاج. في عندك شخصية اللي هي مجوزة، اللي هي نادين ويلسون جيم، اللي عندها ولدين شقيين يعني ديفلز، وجوزها مش موجود اللي هو يوسف حداد، دايما بيجي يعني كل شهرين تقريبا. فهي هول الولدين حياتها عاملين لها أب أند داون بالهيدا، فبترتاح باليوغا أو بتاخد رواء من الحياة. المرأة اللي كتير سكسي، اللي كتير متكلة على حالها وعندها شركة إعلانات، وإنه الرجل عندها سيجند، هي كريستينا سوايا، فمتكلة على جمالها وعلى حضورها. وعندك دارين حمزة، البنت كتير هيك سيريوس، وكتير هيك بتخاف من الوسخ، يعني ما كتير دايما بتنظف ومسرسبة وهيك، وعندها حبيبة اللي مش عارف أمتى بده يتجوز، إيه أو لا، فهيدا هوسك. أنجو اللي هي الخوتة المجنونة الخرفانة، يعني هيك عاملة هي شوي البالانس بينتون، هدفها تلبس هالفستان الأبيض، يعني حلمة مين ما كان شوف رجال واو هيدا هو، بيطلع مجوز فبتخوت. أنا كارندالا كمخرجة يعني اشتغلت كتير كالرز مثل ما معودين علي، لأنه هو لايك كوميدي، وعم جرب أعمل شي جديد ما يكون إنه أوريدي. الناس مساعدني كتير، وكتير حلو الناس بكرة كتير، يعني نحن عم نضحك، والشغل كتير على الفاشن، يعني كل بنت عندها فاشن خاص لها، مش لبسين تياب مثل ما بتلبسي بالحياة. بكل العالم دايما كان في قصص أربع بنات، عندك Desperate Housewives بأمريكا، عندك Sex and the City، عندك Friends، عندك 100 مسلسل أو فيلم نزل فيه قصص 3-4-5 بنات، يعني ما دخل، ما في شيء بيقلد شيء، مهم النص جديد مختلف كليا، رح يشوفوا عن جد مختلف كليا، كتير عفوي، كتير مثل ما أنت بالحياة. تانيا هي بتعكس واحدة من الكاركترات اللبنانية يلي هي هدفها أنها تتجوز قبل ما يصير عمرها 30، فكل هدفها أنها تتعرف على حدا وتتجوزه، وفي عندها أحد مأساتها خلال الحلقات أنه بيصير عمرها 30. وبارالل شخص ما بيعرف يثبت بشغل، كل ما بتشتغل شيء بيصير مشكل، تنطرد من الشغل، بس بحبوها كتير أصحابها. هي شوي دينامو بين الباقيين، لأنه هي العطول بصير مع المواقف المضحكة، قد ما هي مبلبشة بتضل بغرادة وبتضل دايعة، بتطول مرات لا تستوعب، وبذات الوقت هي أكتر وحدة بيطلع معها فلسفة بالحياة، فيها جزء مني بس اكزاجيري اكيد. والكومبينيشن يلي موجوده كتير حلوه، يعني كل واحد بتلاقيه بكاركتيره، وكمان الكاركتير مكمل بالتياب وبال، يعني جربنا يكون في ستيل، نص كتير حلو، نص كتير خفيف، يعني ما في اشياء عم تنحفظ، عم نقرا ونفهم وعم يطلع كتير عفوي، يعني الابرز الاسس القويه بالمسلسل هو النص. في شيء بين هالاربعه ركب حلو، وحلو هيدا الشيء، لأنه لما بصيروا أصحاب بيبين هيدا الشيء لبعدين، فإن شاء الله ينصفنا كلنا ويصير في سيزن 2 ويكفي لبعدين. أوكي بس مكتوب على الإنترنت إنه بدعك من 6 ل 8 كيلو بالشهر. سبور لازم كمان أعمل سبور. سوري مدام. نعم بعثي لهون الدكتور. خفف أكل، بس إذا بدي من المفروض خفيف أكل وأعمل سبورت، لشو بدي أخده هيدا من أساسه؟ بعدين بي أس هو الدواء بيعمل كونستيباسيون. سوري مدام بعتني لهون دكتور نخول تعمل نبر لحتى الألرجي وخربص الفلوس. دور أم كل هالأميات، عندي ولدين ودايما معجوقة، جوزة مش معه مسافر تعيل العائلة، وحضرتها مهتمة بكل شيء بالبيت وعلى قدها، أعصابها على قدها. بس هيدا مثل نموذج صغير عن يمكن 80% من المجتمع اللبناني، بين بلا ذاكرة والشحرورة بكي وبكي ونحيب وأسى ووجع، بتحسيهم من جوا. سو تشينج اوف مود بالعكس، يعني اللي بده يمثل بيمثل شو ما كان. دوري جديد كليا مش لعبته من قبل، هي بتكون اسمها سابين وكتير مقرقفة وبتقرف وبتنق، فهيك انه كوميديا على انه هيدا الشخصية اللي هيك على اخر عرفت قياسي، فمبسوطة فيها لانه كمان كوميدي موقف مش هزلة، وشخصية جديدة بتضاف الى الليستة تبعتي. انا اكتر بحب الدراما والشخصيات المركبة، بس هيدا يعني بطريقة ما كمان مركبة لانه بعيدة عن شخصيتي، وحبيت انه نجرب الكوميدي شوي بهيدا النص، كتير شدني، يعني حسيت في شي جديد وعفوي وكتير مهضوم فخطرت فيها. انه لشو بدي اخذ دواء من اساسه؟ بعدين بي اس هيدا الدواء.
الدواء بيعمل الكونستيباسيون. بعتني دكتور نخول اعمل ابر للالرجي عند دكتور دي. ميرسي. او بي اس ميتو ما بينفع فيك. ميرسي كتير لكم دايما موجودين معنا مع انه شكلنا تعبان بس مش هيك بالحياه. بدي اقول لكم ميرسي كتير وانا كتير بتابعكم عن جد وجود لك لكم. بتمنى للكل التوفيق وان شاء الله تكون سنه حلوه وجود لك لإلاف على طول. إلاف انا على فكره انا بتابعكم دايما باي ذا واي يور اونلاين ويب سايت ويعطيكم الف عافيه وان شاء الله الكل يضل متابعيكم الى ابد الابدين امين.